السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير رب العالمين. النهاردة جايب لكم ريفيو أو مراجعة أو أنبوكسنج أو فتح علبة أو فتح صندوق، سميها زي ما تسميها، على موبايل ريد ماجيك 6. النسخة دي اللي معايا هي نسخة مبعوتة لي عشان أعمل عليها تيست، بس مش معنى كده إن يعني أنا متكايش بقى يا صبري وقول الحاجات الحلوة بس، لا، على الطلبات بتاعت 3 جنيه اللي في جيبي أنا بقول لكم أهو أي حاجة وحشة هقولها. فأنا أقول لكم إن أنا الموبايل ده بقى لي أسبوع بستخدمه، فأنا أقول لكم على الحاجات الحلوة اللي فيه والحاجات الوحشة اللي فيه. نخش على الأنبوكسنج. أول حاجة عظمة، أوستيك الأوستيك. مبدئياً كده خلينا نفتح العلبة ونشوف جواها إيه. الموبايل المواصفات بتاعته مجنونة، موبايل متوحش فعلا، وحش وحش المواصفات. خليني اقول لكم المواصفات بتاعته، بس طبعا زي قبل من اول حاجة نبدأ بيها كمواصفات، حجم الشاشة 6.8 بوصة يا جماعة، فعلا موبايل كبير جدا جدا ويملى الايد كده، تحس ان هو قالب شوية على تابلت، بس طبعا مفيش تابلت طبعا 6.8، بس ايه، انتوا عارفين الحجم ده مناسب للايد، تقدر تاخده معاك في اي حتة يعني، وبالذات كمان بيبقى في الجيمنج والافلام حاجة تحفة. العلبة فيه شحن سريع، هي دي الباور ادابتور، وهو فاست شارجنج 120 واط، بيشحن 50% في 5 دقايق. طبعا انا عايز اقول لكم على حاجه، انا ما صدقتش في حياتي ان في موبايل ممكن يتشحن بالسرعه دي 50% من البطاريه. وطبعا خلينا نقول لكم على البطاريه ساعتها قد ايه، 4500 مليون امبير. والعلبه الثالثه دي بقى فيها مفاجاه، طبعا تتخيلكم فيها ايه، ايوه، فيها السيم انجكتور اللي هو اللي بيطلع السيم، وجاي حته دين كيس شكلها شيك جدا جدا جدا، حتى كمان البلاستيك تحس ان هو بلاستيك هاي كواليتي، بلاستيك بريميوم، مش شكله كده رخيص، لا لا لا، بجد مهتمين قوي قوي قوي، يعني ان هم لما يجوا يدوك زي جراب او كفر للموبايل يعني يكون بالمنظر الشيك ده كله. خلينا ننتقل الموبايل بقى ونقول لكم بقى على المواصفات بتاعته. زي ما قلت لكم الموبايل ده وحش مواصفات، في سناب دراجون 38 او 888، مش محتاج اقول لكم ان هو بيشيل رامات من 12 ل 18 جيجا رامات، يعني حرفيا اكتر من كمبيوترات ناس كتيرة جدا بتشتغل برامات اقل من كده. الكاميرا بتاعته فيه 3 كاميرات، المين سنسور بتاعه 64 ميجا بيكسل، وطبعا زي ما انتم شايفين في عندك من ورا كده شغل يعني لايتنج تحفه، يعني في ليد جميل جدا جدا، لما بتيجي بتستخدم الموبايل بينور كده، بيعمل انوار جامده جدا جدا. وفي ديول سيم يعني بيشيل شريحتين، هو 220 جرام، تحس ان هو نوعا ما يعني هيفي بس مش قوي. والريزوليوشن بتاعته 2400 في 1080 2K، وطبعا زي ما انتم شايفين ده مخرج السماعات والشاحن، وبيعلي وبيوطي، وفي عندك من على الجنبين زي ما انتم شايفين هو المكان بتاع المراوح، لان هو ده الموبايل ده اول موبايل او الوحيد اللي موجود في السوق اللي بيشتغل بالمراوح علشان يبرد الجهاز، وزر ده علشان تشغل جيمنج مود او المود بتاع الجيمنج، وعندك طبعا الوصله 3.5 جاك علشان تقدر اخيرا توصل سماعات عاديه. طبعا في طبعا جي بي يو ادرينو 660، علشان دلوقتي هندخل نجرب اجمد وافظع واروش الالعاب طبعا على راسهم، انتوا عارفين ايه، ببجي موبايل. اول ما جيت شغلت الجهاز طلب مني البصمه بتاعتي، علشان الجهاز فيه قارئ بصمه تحت الشاشه، وكمان الجهاز فعلا بيفتح في ثانيه الا ثانيه. اول حاجه لاحظتها بصراحه ان انا اول ما جيت فتحت الجهاز، ان الجهاز بيدعم لحد 165 هرتز او 165 تردد في الثانيه، زي ما انت سمعت كده. ناس كتير جدا تقول لي يا صبري 165 ده كتير قوي، اقول لك اكتر حاجه فعلا موجوده في السوق 144، بس الجهاز ده قدر يوصل ل 165 تردد في الثانيه، وده كمان ان شاء الله في المستقبل لما ببجي زي ما عملت دعمت 90 فريم، لو دعمت لحد 165 فريم هتلاقي الجهاز ده بيدعمها ويشغلها ايزي جدا جدا جدا. وكمان بيكتب لك في الشاشه انت مشغل التردد على قد ايه، وتقدر تخفيها او تقدر تظهرها يعني على حسب احتياجاتك زي ما انتوا عايزين، مفيش اي مشكله. في حاجه بسيطه جدا الناس بتشتكي منها، ان اوقات كتيره جدا الالوان ما تبقاش مناسبه ليها، او ما عندهاش يعني الموبايل ما بيديهاش التشبع البصري بالالوان اللي هم بيبقوا عايزينها. مثلا في ناس تقول لك موبايلات سامسونج مش عارف الوانها عامله ازاي، مش عارف موبايلات الايفون عامله ازاي. احلى حاجه في الموبايل ده ان انت عندك بروفايلات تناسب كل حاجه، البي 3 بتاعت الايفون
الكحول، وعندك فيفيد اللي هو الالوان اللي هي الساطعه الفظيعه اللي هي المحقونه الاخضر، تلاقيه اخضر قوي، وهتلاقي كميه بروفايلات غير طبيعيه تقدر تظبط لون البروفايل بتاعك علشان تحط الالوان او تخلي الشاشه بالالوان اللي تناسب ذوقك براحتك. محتاج اقول لك طبعا على اللايتس اللي موجود في الموبايل، انت موبايل برضو يعني جيمنج، انت ممكن تقدر تخليه تحوله موبايل جيمنج، وممكن تخليه يشتغل كموبايل عادي ما فيهوش حته اللي هو ايه يعني بيظهر بقى كده ده موبايل جيمنج، ومثلا يقلل منك يقول لك لا 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 ده احنا عايز موبايل ما يكونش باين قوي ان هو جيمنج. لا، الموبايل ده حرفيا بمجرد ضغطه زر تحوله الجيمنج وتشغل اللايتس بتاعته الليد من ورا بشكل طبعا تحفة زي ما انتوا شايفين. وفي عندك كمان هوريكو خاصية ان انت تقدر وانت بتشغل موسيقى تخلي الاضواء اللي موجودة في ظهر الموبايل ترقص مع نغمات الموسيقى. نيجي دلوقتي عند الجيمينج، والجيمينج هو اهم جزء في الفيديو ده لانه كلكم او اغلبيتكم بتلعبوا جيمز، ومن اشهرها طبعا ان هي ببجي موبايل زي ما انتم عارفين. حته التريجر اللي موجوده في الجهاز هو اكتر تريجر واسرع تريجر موجود بسرعه استجابه 400 هرتز، ودي حاجه حرفيا ما فيش موبايل قدر يعملها بنفس سرعه الاستجابه دي. 400 هرتز يا جماعه حرفيا انت بتدوس وبتشيل ايدك فاقل من ضغطه كله بيتسجل. هتقول لي طب ما انا ممكن اجيب تريجر، اقول لك لا مش بنفس السرعه دي، مستحيل يكون بنفس السرعه دي. وكمان التريجر ممكن يخرب لك الشاشه، بياكل حته من الشاشه، ممكن يغطي لك حته من الشاشه، وكمان ممكن يعلق يبوظ يكسر وبفلوس. اما ده جهاز منه فيه. وكمان انا عايز اقول لك على حاجه، انت لو شفت التكنولوجيا اللي موجوده في الجهاز ده حاجه تحفه. بص طبعا عشان انت تقدر تشغل التريجر بتشغل حاجه اسمها الجيم مود. جيم مود ده انت بعد ما بتيجي بتشغله، وكمان عندك اكتر من بروفايل لتظبيط الالوان. قول لي في موبايل بيقدر يغير لك الالوان على حسب اللعبه، تقدر تخليه اوتوماتيك او تقدر تخليه مثلا سباق عربيات، او تقدر تخليه الالوان اللي هي اللي انت مظبطها من بره في البروفايل بتاعك، وتقدر تخليه كمان تكسر سرعه. يعني ايه؟ يعني الجهاز حرفيا تكسر سرعه المعالج وتكسر سرعه البتاع ده، وبيخليه يشتغل بصوره اقوى. وكمان الأحلى حاجة فيه إن هو الجهاز مهما سخن منك الجهاز بيكون جاي معاه مراوح. أخليكوا دلوقتي تسمعوا صوت المراوح وهي شغالة على الماكسيمم. نيجي بقى إزاي أنت بتشغل التريجر. هقول لك الحكاية أبسط مما تتخيل. أولا التريجر في عندك خاصية الفايبريشن، يعني أنت ممكن تخلي في فايبريشن بمجرد تدوس عليه عشان يديك كده زي إحساس إن أنت بتدوس على تريجر حقيقية، أو ممكن تخليها من غير فايبريشن. بتيجي تروح أنت ساحب العلامة بتاعتك على أي حتة في الشاشة، يعني أنت ممكن مش تخليها تنشين، أنت ممكن تخلي التريجر أو يعني على مكان النط، على مكان فتح الشنطة، على مكان الانحناء يمين وشمال زي ما أنت عايز، مش شرط إن هو يكون موجود في مكان معين. وتيجي عندك هنا هو في خاصية كتير جدا بما ان انت شغلت جيمنج مود، حاجه اسمها ايم اسيست. ايم اسيست ده يا جماعه محدش يفتكر ان هو مساعد على التنشين، هو بس يعني من الاخر بيحط لك زي نقطه او علامه في نص الشاشه علشان تقدر تنشن لو انت مثلا ما معكش سكوب، لو حابب ان انت تضرب هيب فاير او اي حاجه من غير تنشين، فبيساعدك ان انت تختار اكتر من شكل وتقدر تحطه وتقدر تشيله زي ما انت شايفين، تختار الالوان بتاعته وتختار كمان حجمه. يعني ممكن تختار مثلا ان هو مثلا عايز النقطه مثلا تبقى نقطه تخينه او نقطه رفيعه زي ما انت عايز، تقدر تخليها تشيلها. دي مش ايم اسيست قوي يعني، بس ايه يعني كشكلا بتقدر تساعدك. في عندك طبعا خواص كتيره جدا، اهمها طبعا ان انت تعمل بلوك للرسائل، ما يجيلكش اي رساله او اي اشعار او اي نوتيفيكيشن عشان بتقرفكش وانت مركز في نص اللعبه. الحكايه دي بتضايق ناس كتيره جدا. وتقدر كمان تتحكم في سطوع اللعبه بحيث ان انت الشاشه تخليها يا اما سطوع عالي جدا يا اما سطوع متوسط زي ما انت عايز. طبعا بما ان هو المعالج ده هو معالج رائد او فلاجشيب زي ما انتم شايفين، بيشغل لعبه على اتش دي ار اكستريم. هتقول لي يا صبري طب فين ال 90 فريم؟ هقول لك بص حاجه بسيطه جدا، الموبايل ده حرفيا لسه نازل في السوق جديد، واجمد الموبايلات اللي موجوده في كل حته بتاخد تقريبا من شهر لشهر ونص او ممكن اقل من كده لو الموبايل حرفيا الشركه او المطورين بتوعه بيشتغلوا عليه، بيحطوا ال 90 فريم او بيخلوها متاحه في خلال شهر مش اكتر من كده اهو. وطبعا زي ما انتم شايفين ان انت تلعب حتى اكستريم
اتش دي ار حاجه تحفه كده، فيجوال كده جميله جدا، تمتع بصري، تشوف الجرافيك قد ايه عالي وجميل وتحفه بالمنظر ده. وعندك طبعا الترا اتش دي زي ما موجوده في كل الموبايلات، زي ما اتفقنا دلوقتي تقدر تدخل عن طريق كنترول وتظبط اماكن التريجر بتاعتك زي ما انت عايز، وكمان تقدر تظبط السنسيتيفيتي بتاعتها ان هي تبقى سنسيتيفيتي لو او نورمال او هاي. انا خليتها هاي بان انا مجرد بس مدوس نص تكه كده او مجرد ملمس التريجر يروح ضارب نار ومصفي اللي قدامي. خلينا نستمتع بجمال ونقاء الشاشه بفرجه على فيديو 4K HDR على اليوتيوب. مش محتاج اقول لكم قد ايه فعلا الالوان جميله جدا، الالوان فعلا جميله وحلوه قوي، الاحمر والاخضر والاصفر، الالوان اللي بتبقى موجوده في الشاشه ما تحسش ان هي اوفر ساتوريتد، ما تحسش ان هي محقونه بزياده، ما تحسش ان الالوان مزيفه، تحس ان الالوان طبيعيه. الشاشه جميله جدا للفرجه على الافلام، وحرفيا انا ممكن دلوقتي اسمعكم الفيديو وهو شغال على ماكسيمم ساوند، هتشوفوا قد ايه فعلا ان هيعيشكم دور او هيعيشكم مود من مودات الافلام، الناس اللي بتحب الافلام جدا، لان الشاشه كمان 6.8 بوصه. Body parts. He's a cyborg. You should probably move. Barry Allen. Whoever you're looking for, it's not me. كيف لو عدت كامل الفيديو يا ريت تروح تتفرج عليه، علشان انا اكتر من كده ممكن يجي لي حقوق طبعا. وبكده اكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش بلايك وشير وسبسكرايب لو عجبك الفيديو او فادك، بس سكه ودغري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بحبكم، كل سنه وانتم طيبين، باي.